بتيجي بلفه بتاكلها السمك يمكن تاكل طحنه يمكن ايدك بس لا معه عجين. نعم هيدا اكل السمك المفضل. هلا هي ملعبك يعني خلينا ليك هو بدي يصطاد الولد. بلا ما يوقع هلا لا السمكة هلا شي كبيرة على حظه وقعوا هي شفت ساعتها بفلم نقطش على قد حالي. صباح الخير صبايا كيفكن؟ أنا مش أماليا بنت خيا. اليوم نحن عندها شو رأيكم؟ تفضلوا معنا. مع إنه أنا اليوم اللي عم صور لكم الفيديو بدي منكم تشتركوا بالقناة وتحطوا لايكات وتعملوا شير للفيديو كرمال يزيد عدد المشتركين. وإذا أنتوا حبيتوا الفيديو اكتبوا لي بالكومنت هاي ريان. صباح الخير صبايا كيفكم؟ كيف صحتكم؟ بنت خي اليوم عندي بنات خي التنتين وإن شاء الله يكون يعجبكم الفيديو اليوم. بتمنى منكم يلي ما اشترك بقناة يشترك ويلي ما عمل لايكات يعمل لريان كتير لايكات كرمال تجلي. وليا ليا عنا اليوم ليا نحن اليوم بدنا نتروق ونرجع ناخذكم معنا لمشوار. تابعونا لحتى تشوفوا نحن لوين رايحين. مساء الخير صبايا كيفكم؟ كيف صحتكم؟ ان شاء الله تكونوا بألف يا رب. صبح سجلت لكم فيديو مع بنات خيي ونحن عم نتروق وهذا المشوار يلي طلعنا قلعه صيدا البحري اللي شايفينه اجملها. يلا مع بعض. مش رح احكي كثير كرمال تستمتعوا بهالكزدوره الحلوه على قلعه صيدا البحريه ريست هاوس. طبعا معروف بصيدا مطعم. وهيدي كنا هون نقضي ايام طفولتنا بهالمنطقه.
شوفوا يا صبايا هذه الألعاب. صورت لكم شوي بالشوب اليوم، خاص كتير حلو وشوب بنفس الوقت، بس الهواء البحر شوفوا ما شاء الله العالم على البحر شوفوا عم يتصيدوا. نفسي يروح لهونيك بس مش عارفه كيف. هيدا المرعب الاخضر، شايفين العالم وين قاعدين عم يا شو حلوة هالعالم. هيدي صيدتنا الدخلي على قلعة صيدا 75,000، يعني تقريبا دولار إلا شوي. شايفة؟ بفرجيكم إذا في سمك. يا الله بسم الله السمكة، ما بعرف إذا فيها سمك بلا فيها صايدين. بضلوا طيب ولا بيموت؟ لا بضل طيب شيء نص ساعة ساعة بضل. اه بتجي حرام، بس هيك عم تتعذب يعني. اه بس هي بتأذي هاي. اه هي بتسمم هاي أصلا. هي شوفها. يخاف. شوفها شوفها حمودي. تعال شوف السمكة دي. تعال شوف. بسم الله الرحمن. شوف زبطة. اه هي يمكن بتموت. طيب بس شو بتشبع هيدي؟ اه نفسهم، اه كل وحده شكل هون ترى صغيره. ماتت حلوة ماتت. بدي زورك شوفي بتحط لها هيدا العجين؟ اه وبصيروا هني هلا بتشوفيها قدامي كيف بتبلع. هلا طلع راسي لحالها. سبحان الله. شو بياخذ يعني شو بحكم هيك يعني؟ اه بس شو يا صبي هيدا منيح للشجر. طحلب طحالب طحلب ولا طحالب شو اسمه؟ شايفة شو عم يعملوا هون الصيادين؟ الله يرزقهم يا رب. طعام اكل انتو شو بدهم يشوفوا من هذا؟ شو بصيادين سبحان الله بينطروا رزقنا. هاي هوليك سواح هذه مرة كمان عم تعمل بالصيادين. شو حلو هدوء غريب. شوفوا العالم فوق الناس الدنيا شوب بس البحر عم يعطي هوايات بتجنن. هديك الزيري انا كنت بحب يروح على الزيري. هيا قلت لك يا ابو ربيع قلت لك هون احسن من هنيك. هنيك ليك عم تقلب صاب بتعمل هيك وهيك بتقلب صاب جدا موج عم بيقلبها جدا. وينك هون عم تطلع مبطركة ها شوف ايمن. اي اي ما توقف يا رب هيك 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 بسم الله بسم الله. لازم يلبس كلسات.
عشان ما يزحط. هيدا قوت الحمام، لما قال محمود درويش قوت الحمام، هيدا رزق الصياد يا حدا. الله يرزقنا يا رب. شايفين؟ عرفت شايفين صبايا ما شاء الله العالم قد ايه عم تتفرج. في منهم سواح الأكترية العراق، أقل من دولار تقريبا، دولار إلا ربع الحوت، 75,000 باللبناني. نطلع الدرج نشوفه ونشوفه. بسم الله. شوفوا هون بتاع قلب القلعة. بسم الله. شوفوا اللي شو كاتبين، شوفوا اللي هيدا ممنوع اصلا. ممكن لازم ما حلو ما حلو. تعالوا بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا هون هذه كانوا زمان للحرب يستخدموها ايام زمان. مبينه شكلها بيضربوا النار كاينين فيها مثل الافلام. نطلع بسم الله. هيديك بعرف ايش تفرجي هيدا. مثل تركيا. كان كاينين ايام الحرب بيطلوا من هيدي الطاقات مثل الافلام. بسم الله. وين انا عم بطلع؟ وين احنا من هونيك مرقنا؟ شايفين السلة شو حلو؟ طاقة كمان يستخدمون أول شيء يمكن أيام الحرب، ما يكون في حرب ينظروا على الأعداد. ما شاء الله كيف معمرين كاينين صيادين. هاي جزيرة شو فيه؟ نطلع هيدا نطلع كمان اجملها. شو حلوة. ابصر هيدا الباب شو شايفينه؟ بسم الله. بس لهما الباب ليه هون ما بعرف سدينا. حكيت مين قلق. هذه الزعرانات تبعت العرب.
اللي بعده. شوفوا الاسماء. مين صاحب هالتاريخ هيدا للأبد؟ بعتهم الأبد أو اتطلقتوا؟ بدي كشفكم هيدي، شو مو هيدي تاريخ تاني؟ جيت عم بعمل هيدي ورطاوة، اعترفوا انتو مين؟ ولاء ومحمد، بعتكم بتحبوا بعض أو بطلتوا؟ كشفتوا يلا ننزل بسم الله. العروس بعد عم تتصور. بفرجيكم العروس من ورا شوي. أنا هونيك كنت قبل شوي بهيدا الداخل هون بصور لكم مطرح ما واقف هلا بطلع لهيدي الصخور. أوه بسم الله الرحمن الرحيم. على فكرة يلي بده يقرأ عن قلعة صيدا البحرية فيه فوت على جوجل يعرف شوية معلومات عنها. رح أحط أنا بس شوية معلومات. شوفوا ما شاء الله هيديك هون. شوفوا